متابعينا متابعي قناة جيل زاد وين ما كنتم، مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم قصرة مع غاست. هذا البرنامج اللي في كل مرة نجيب لكم فيه ضيف مميز. ضيفتنا لنهار اليوم دخلت عالم التمثيل منذ مدة طويلة، أدت أدوار مختلفة بين دراما والكوميديا. شفناها مؤخرا في سلسلة دار العجب وين حققت نجاح وكسبت جمهور جديد، معروف عليها حبها للخير ومساعدة الآخرين. غاست نهار اليوم هي الممثلة فريدة حرحان. مرحبا بك معنا فريدة. مرحبا بك سهود، شرفتينا بحضورك. شرف ليا، يعطيكم صحة الاستضافة وان شاء الله نجوزوا وقت مليح. ان شاء الله ان شاء الله تجوز قصرة خفيفة ان شاء الله. فريدة، بداية نروحوا للبدايات ديالك وين بديتي بالإعلانات وما توجهتي للتمثيل، وعلاش فريدة توجهت للإعلانات قبل، على ما شفتكش دخلتي لعالم التمثيل مباشرة؟ الإعلانات كانت سهلة باش تدخلي إعلانات وحديري كاستينغ يوتيوب نورمال، ما ديري اعلان. التمثيل كان صعيب، دونك بديت ابتي بديت نعرف لي برودكسيون لي بوت دو برود هكا، معرفه معرفه حتى بديت ندخل في التمثيل. الاه ديالك ما كانش عندهم مشكل انك تدخلي عالم التمثيل؟ هل كانوا معارضين ولا كانوا يدعموك وشجعوك على دخول هذا المجال؟ بون الصيغ كان بابا الله يرحمه كان يعارض اكيد على ديك الشيء. ربي يرحمه ويسع عليه. الله يرحمه، ما بديتش التمثيل بكري باسكو على بالي بلي ما كانش قابل، مي دونك ماما وخالتي وولادي وكامل قابلين. كامل ما عندهمش مشكل، وانت من عائله فنيه على كل حال، العائله ديالك عائله فنيه واللي راح نهضروا عليها فيما بعد. اديتي ادوار مختلفه، لكن الدور اللي حسبك انت فريده هو اللي فتح لك باب الشهره وكسبتي من خلاله جمهور كبير، واش من دور؟ بيان سور في دار العجب، الام تاع دار العجب، الام تاع دوك الاولاد، كل واحد كيفاش داير، كل واحد يعني الام الجزائريه، كل ام شافت روحها، شافت روحها فيا في هذاك السلسله. يعني كانت عندك، كان عندك دور اللي كيما قلتي الامهات كامل يشوفوا نفسهم من خلالك. على هذه حقق نجاح، وعلى هذه الناس حبت هذا لو سيت كوم هذايا، لانه مس كاع لي كاتيجوري. يعني كان عندنا طفل صغير شويه مزوج اب، يعني كل عائله تشوف روحها فينا. فوالا سيت كوم سلسله دار العجب لقى اصداء ايجابيه وحبوه الناس وعجبهم وشفنا منه مواسم، لكن علاش توقف بما انه من النجاح وكانت اصداء ايجابيه، علاش توقف على ما شفناش موسم جديد؟ الحاجه الناجحه دائما يوقفوها يعني تم توقيفه، تم توقيفه لاسباب نديرو. بون كاين عده اسباب الناس يتعرفها، مي كاين ما يعرفوش فريده، كاين اللي ما على بالهمش لو يشاهدوا فينا حابين يعرفوا علاش ما شافوش موسم جديد من سلسله دار العجب اللي والفوا انهم يشوفوه. نهضروا على الموسم الجديد، كنا حابين ندير الموسم الجديد، ما كانش لي سبونسور، ما كانش دراهم، ما كانش سيسا سينو، كنا حابين نديرو، كنا تفاهمنا مع واحد قناه، مي ان شاء الله بالك نديرو عندكم في جيل جديد ان شاء الله. علاش لا، ان شاء الله ماشي مشكل ان شاء الله. الناس دوك تشوف بزاف قناه الالكترونيه، ما يشوف لي شان دو تيلي. صح، على كل حال ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فريده، هل تم رفضك سابقا بسبب ارتدائك الحجاب؟ اه بيان سور، وبورتو انا ماشي دايره زعما حجاب متعصب ولا انني كول وهو عارفه زي تاع اللوك، ما يعطوكش ادوار يقول لك باسكو دايره فوره دايره هكا. دونك علاش في رايك في الجزائر كاين يعني الحجاب يسبب عائق للنساء المتحجبات، الممثلات المتحجبات، انهم يمثلوا ياخذوا ادوار في المسلسلات ولا لي سيت كوم، بالرغم من انه ما نروحوش بعيد يعني في تركيا فقط نشوفوا كاين ادوار مخصصه للنساء متحجبات. وي كاين شحال من وحده ماشي دايره حجاب بصح ترتدي الحجاب في الفيلم ولا في الفيتون هذاك، وهي اصلا ماشي متحجبه. دائما كاين دور عندهم يعني مكانه وعندهم. علاش في الجزائر لا؟ اي في الجزائر شوفي انا من بكري نشوفها، ميم لي زانيماتريس كانوا في لاتيلي. وي صح صحيح، كانت وحده كدير حجاب يحبسوها. غير صامون بركلي ولينا نشوفوا يعني مذيعات بالحجاب. لا وا كاين مشكل ما على باليش عند من المشكل هذا تاع المتحجبات، مازال ما عرفتش عند من. دونك هذا اللي عنده هذا المشكل وقيله بدا يتحرك، بس غدا بدينا نشوفوا المتحجبات ان شاء الله تكون عندهم يعني تكون عندهم مكانه يعني افضل ويكون عندهم ادوار مخصصه في المسلسلات والسيت كوم في المستقبل ان شاء الله. ان شاء الله هل تشوف فريده نفسها محجبه؟
دوك انا هدرت لك ممكن قلت لك ماشي حجاب زعما متعصب ولا سي تا لوك مستور سترة نقدر خاص ندخل بيك بيها فقط خاص بيا ونقدر ندخل به لكامل العائلات. هذا هي فريد، علاش ما نشوفوكش بزاف يعني ما شفناكش مؤخرا في المسلسلات ولي سيت كوم لما يخرجوا مؤخرا، لما علاش نشوفوا فريده فيهم؟ يعني كل واحد وكومبلو تاعو. كل واحد انا نشوفو في لي ميم تات في لي ميم سيت كوم في لي ميم فايتون في لي ميم. مي انا ديرنييرمون خدمت مع الغرب الجزائري، مع كامل الناس الغرب الجزائري، من وهران، من دارو سيت كوم اسمه القريه، تجربة جديدة يعني. تجربة جديدة، كانوا كامل من الناس الغرب، صار ما في بليزير اللي اختاروني. نحييهم كامل بالمناسبة. نحييهم كامل، نحيي بزاف قادر وعور هو اللي اختارني. دونك فوالا خدمت معاهم صار ما في بليزير. يعني ظروف التصوير، ظروف العمل، ظروف كانت ظروف مختلفة وعجبني الحال بزاف. دونك إن شاء الله الجزء الثاني يكون أنجح، لأنه ما بانش بيا، لأنه كانت ما خداش حقه. فجر دراما ما خداش حقه. بالك لو كان دار في قناه الباهيه لانها سبيسيال للناس، بالك كان يدي حق اكثر. فوالا يعني ودرت قصه وعبره. وي قصه وعبره اللي كانت هذا رمضان، اللي كانت هذا رمضان كان معايا صهيب جلاب اللي دار في الكليب تاع محمي رانو، وكانت معايا بنتي ايه. هاد اللي كانت فكره ديالك منذ اعوام، كانت فكره ديالي قصه وعبره، كانت فكره ديالي موضوع عبرة. كنت حابه نديرها للاطفال، كان دائما عندي لازم ندير مشروع للاطفال. واتصلت بسيناريست ايمان الجادي وقلت لها كتبي لي كتبات، وكان ما كتبناش باش نديروه نخدموه. ومن بعد جا رفيق دبوب هو اللي حيا المخرج، اللي نحييه بالمناسبه نحيوه، اللي حيا السيت لا اوفا ما نقدرش نقول سيتكم سلسله لان شويه تربويه. ونحيي بالقاسم شي حاول ومساعدني ثاني بزاف، اللي كان هو اللي يعطي الموعظه في الاخير كامل. كاين عندك ان بوين في الحكايه اونفير لي زونفون، الاطفال هكا علاش؟ انا من بكري نحب لي زونفون، شوفي نحب لي زونفون والحيوانات. من بكري قبل ما يكونوا عندي اولاد ديجا جيراني فاميلتي كاع على بالهم بلي نحب اطفال، وكاع كانوا يخلوا عندي اولادهم وكاع. ودركا عندي اولاد وربي ربي يحفظهم لك ويخليهم لك ان شاء الله. قلتي لي بلي في لي تورناج وفي لي كاستين في اختيار كاين دي كومبلو لي خدمو، يعني ما كاش دي كاستين لي كاستين بور لي بيتي رول؟ بالك كاين، مي اكيد انا نشوفو بلي سي توجور لي ميم في لا تيت دافيش، لي تيت لي بانو سي لي ميم، يخدموا مع نفس يعني ايكيب وحده تخدم مع نفس الممثلين، نفس الوجوه. نفس الوجوه دائما. بصح فريده يعني عندها لو كومبلو تاعها كيما قالت، عندها الفريق اللي تخدم معاه. انايا لو كان نصيب نخدمهم كاع معايا وكاع نخدمو كيف كيف، الله غالب. وهم شافوني اي واحد يتصل بيا ولي يقول لي انا حاب نبان، هم شافوني كي نكون قادره ندير اللي عليا. يعني تعاون الناس كيما قلنا، فريده انسانه تحب دير الخير وتحب تساعد الاخرين. بيان سيغ، شكون اللي ما يحبش الخير؟ الخير شوفي احساسك انك درتي خير في واحد وفرحتيه، ما الدنيا وما فيها، ما يتوصفش الدنيا وما فيها. يعني الشر ساهل بصح الخير صعيب باش ديريه. بما ان تحدثنا شويه على لي كاستينغ، هل جوزتي ديجا دي كاستينغ؟ بيان سيغ، بكري تجوز بزاف لي كاستينغ. تعرضتي للظلم احدى المرات يعني؟ يعني بزاف، ماشي مرات، بزاف. عده مرات، عده مرات، باسكو هذاك الوقت كنت مازال مانيش معروفه، كانوا يدوا غير بعارفهم، كنت نشوف واش كاين واش ما كاينش. مي جامي استسلمت، ودائما نروح نخدم، ومام تكون فيغوراسيون، ومام تكون هكا نخدمها جوسكا ماتنو. ما تشرطيش على حتى دور، البرك يكون محترم. اكثر موقف يعني اثر فيك تعرضتي له خلال يعني ما خلال ما يعني في كي رحتي لجوزي ان كاستينغ، وموقف اثر فيك يعني تعرضتي للظلم وموقف اثر فيك بزاف وما نسيتيهش للان؟ موقف بزاف، واش نحكي لك مواقف. كاين واحد الموقف كان هذاك الوقت مسلسل
مسلسل ثوري وكان مخرج أردني. ديجا باش تعطي مسلسل ثوري، انا بوغ موا شوي كونط باش تعطي المخرج غير يكون غير جزائري. ما المهم هذاك المخرج يعني ما خلاص قال لي سي بون، كاين عندك الدور وهكا. فرحت يعني اول عطاك الدور مرة في البداية. في البداية كاين دور وكاع. ومن بعد شفت عفايس ما باش تدي هذاك الدور لازم حاجات وهكا، انا ما قبلتش رفضت. فوالا يعني كنت مازال ما بديتش، وما ما انا كنت حابه نخدم باسكو انا فريده حرحار، باسكو انا اللي عجبهم تمثيلي، عجبهم كاستينغ تاعي، عجبهم شي حاجه واحده. لي اشياء اخرى وخاصه انها تتعارض مع المبادئ ديالك. ايوه فوالا. علاش ما نشوفوش فريده في الادوار الدراميه ميزافاغ دور اللي اديتيه في مسلسل قلوب في صراع اللي مر عليه يعني وقت طويل ما زدناش شفناك بزاف، ما شفناكش بزاف من هذاك الوقت. يعني جراح الحياه من عبد الرحمن ثاني، لكن هاد المسلسلات مر عليهم مر شويه عليهم وقت. يعني علاش ما نشوفوك الان في ادوار دراميه؟ عم يشوفوا فيا في الكوميديا، المخرجين مازال ما شافونيش في دور درامي. ما شافوك في دور كوميدي اكثر من دور درامي. دور درامي شكون هي؟ بورتو اني في لي كليب اني مبين بلي نقدر تقدري تكوني في دراما. في الدراما الكليب تاع لعبت بزاف تاع الام، وكان نوري بلي عندك دي كاباسيتي في الدراما. في الدراما من مازال ما ديكلونشاش عندي. يعني انك حابه انك تدي دور درامي. يحب ينوع في ادواره ان شاء الله. فريده ان شاء الله تلقاي عرض للدور درامي في اقرب وقت ان شاء الله. فريده شكون هي الممثله اللي تشوفي انها قدوه ليك هنا في الجزائر؟ في الجزائر وي فريده كريم. لنحيوها بالمناسبه الممثله القديره. هل تعتمد فريده على الفن كدخل مادي؟ درك طول ماما ويا فن ماشي تمثيل، يعني في الفن بس فن بصفه عامه. بصفه عامه بس نخدم في لي برودكسيون، نخدم تو شارجي دو برود، اسيستون دو برود، شارجي دو كاستينغ. اي واحد يعني نسي بزاف مجالات وبزاف. فوالا دونك نخدم وما ديبي سيتي جافي اون بوا دو برودكسيون جيت برودكتريس دونك. يعني راكي في المجال وشاده شحال من، يعني راكي متمكنه من المجال الحمد لله. كي يكون عندك شوفي باش تقدري لازم يكون عندك معارف في كل ما يتعمل. لازم تكوني تعرفي الممثلين لي تكنيسيان، لازم كامل هادو تعرفيهم باش تقدري تخدمي في لابخود. يعني وتجربتك ناجحه الحمد لله يا ربي. الحمد لله الحمد لله هذاك هو الصح فريده. الحمد لله الحمد لله فريده. نخرجوا شويه من جو لي كاستيون هذوما ونروحوا شويه لحاجه شويه يمور شويه ضحك. دونك عندنا فقره واللي هي فقره بلا ايه بلا لا، وراح نعطيك فريده اسئله راح تجاوبين عليها بلا ما تقولي لي ني ايه ني لا. واش ده سيو كنا جاوبنا دائما ايه ولا لا. فوالا التحدي هنا لو ديفي سي كو لازم ما تريبوندي ني ايه ني لا. داكور دونك نروحوا لبلا ايه بلا لا لكن بعد لو جينجل. عاود لكم مشاهدينا وعاود لك فريده. لو فريده راكي واجده خد. نبداو فريده. فريده قالوا لي الطريق كامل وانت تشتكي ايه ولا لا؟ من واش شتكيت؟ كي كنتي مع الشوفير في الطريق شتكيتي؟ ايه مع هذا الشوفير سنا كنعاود نولي معاه نتفاهم معاه. شتكيتي صافي؟ ما شكيتش. ما شكيتيش؟ ما شكيتش. داكور على حسب الحطه اللي راكي فيها كنتي معروضه قبل ما تجي لعندنا. ما نعرف حتى بلاصه الحطه هذه لانه المشاهدين لازم يشوفوني انيقه. يعني ما كنتيش معروضه صباح؟ جيتي مباشره جيت عندنا؟ مباشره من الدار لهنا. معليش فريده ديتها بزاف في روحها ايه ولا لا؟ متواضعه على حسب الناس كامل يعرفوني بلي متواضعه يعني الحمد لله. يعني بشهاده الجميع انت متواضعه؟ بشهاده الجميع متواضعه لله رفعه. متواضعه طبعا. واعره. متواضعه فريده دير بزاف المشاكل ايه ولا لا؟ خطرات. على حسب الكوست كي تكوني يعني ديري مشاكل
دير مشاكل كي نكون ما نقبلش واحد، ما نقبلش الحقره، ما نقبلش حاجات ماشي مليح. حنا نهضر على حقي، الى هذا يتسمعوا مشاكل باسكو ما نقبلش على حقي سما ندير يعني مشاكل. ما تسكتيش على حقك؟ مستحيل مستحيل. فريدة عمرها لا تسامح واحد أداها؟ سامحتي دابا؟ سامحت بزاف ناس أذوني بزاف وسامحتهم. يعني قليل وين ما تسامحيش. كاين شوفي أنا ديفوا نقول هكا ما نسامحش، مي كي تجي لي هذاك الانسان ونشوف قدامي ولا نشوف كاش حاجه صرات له ولا مستحيل يعني قلبك بيض الحمد لله. ما قدرت ندي منها بوان واحد ما ديتوش منها، معليش. فريده اخر همها كلام الناس، ايه ولا لا؟ فهمت. اخر همك كلام الناس؟ ما يهمنيش كلام الناس. انا كلام الناس يعني انا شفناها برك بزاف لي ريزو سوسيو، حطهم واحده فوق واحده باش نطلع، باش كل ما يزيدوا يهضروا كل ما نزيد نطلع. يعني انك تشوفي يعني هذا الكلام هذا راه يساعدك ويعطيك دفعه. طبعا الانسان الناجح هو اللي يكون وراه كلام الناس ويكون وراه شوشره، وكان لازم عارفه بلي انسان ناجح. يعني فريده انسانه ناجحه؟ الحمد لله انسانه ناجحه. فريده ما تحبش اغاني الراب، ايه ولا لا؟ انا نحب الراب بزاف بزاف لدرجه انه خليت ابني ولا مغني راب. يعني تحبي الراب؟ طبعا تحبيها. فريده راني حاستك كلي ما راكيش اليز بزاف معانا. لا راني حاسه روحي. لا 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 دينا منها اهم بوان قبل ما نكملوا. دونك راكي اليز. راني اليز، راني اليز بزاف. لا بزاف بزاف راني اليز. ميرسي فريده. غلط عايا. دينا منها ان سول بوان خير من والو، خير من نخسر. مرسي فريده. فريده نكملو توجور مع لي كاستيون ديالنا ونحكيو دوكا شويه على الحياه الخاصه ديالك اللي عندها علاقه بالمجال الفني والميدان ديالك، بحيث كنتي متزوجه من المخرج نزيم قايدي لكن ما كتبش المكتوب وما كملتوش مع بعض. هل تشوفي انه هذا عنده علاقه بانه تزوجتي من رجل من نفس ميدان العمل ديالك؟ ما فهمتش السؤال، كيفاش من نفس العلاقه؟ يعني من عدم يعني نجاح العلاقه لانه في نفس المجال؟ لا 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 لا، باسكو كنت مزوجه من قبل ما كانش من ماشي من المجال ماشي ديالك. المجال ديالي يعني كل شيء مكتوب وخلاص، مكتوب تاع ربي وما عندهاش علاقه بالخدمه. كونترير كنا متفاهمين في الخدمه، ما عندهاش علاقه كاع مع الخدمه هكا. يعني يعني هذا الشيء ما عندوش علاقه كامل بانه من نفس الميدانك؟ لا كنا متفاهمين وكنا الله يرحمه ماشي ما عندهاش علاقه كاع مع الخدمه. اسباب الطلاق ما عندهاش كاع علاقه مع مجال العمل ديالكم. فوالا. انت تشجعي ولا ضد انه نختاروا شريك الحياه يكون من نفس ميدان العمل ديالنا؟ ما كان حتى مشكل يكون من نفس الاسونسات، كنا متفاهمين من الاول ماشي زعما حتى كي يتزوجوا باش يقولها لا لا حبسي ولا ما نقبلكش في هذا الدومين. كاين بزاف اللي كاين بزاف اللي هكا حتى يتزوجوا بهم. لا لا لازم تفهموا من الاول، انت ديتني من هذا الميدان قعدوا كيف كيف، ولا ما انا ماكش قابلك واحد في طريق وخلاص. فوالا لازم تبدا بالصراحه وبال ما كاش كيما الصراحه خاصه في بدايه العلاقه باش تنجح العلاقه الزوجيه. فريده تحتاج لرجل في حياتها؟ لا امرأة مستقلة. أنا ما نحتاج حتى رجل ما تعتمديش على رجل في حياتك؟ أنا الحمد لله مني مرأة ومني رجل والحمد لله، وقدر نربي ولادي الحمد لله. الله يبارك فريدة. فريدة في فترة معينة من حياتك كان عندك معاناة مع الوسواس القهري، يعني كيفاش كانت هذه التجربة وكيفاش قدرتي تتخطايها وتخرجي منها؟ يعني تجربة ماشي سهلة. بيان سور ماشي سهلة، يعني فكرت باليومات دي فوا ما نقول سي با فري باسكو الوسواس القهري واعر بزاف. واعر يعني واعر لانه الناس ما تفهمكش، ماشي واعر لانك مريضه به. الناس ما تتقبلش انك تعاني من هذاك الوسواس. وكاين بزاف راني نعرف من الوسط مراض به وفهمتهم ما يتفهموهمش. مي انا نتفهم، وكاين بزاف كي يهضروا معايا يقولوا لي انت تفهمتي نايتو. تفهمت باسكو انا مريت بهذه التجربه، مريت به لدرجه انه
الوسوسه هذا اباك كيفاش زعما تكون ماما هكا تهضر مع اختي يوم قاعدين يهضروا نقول لهم يهضروا عليا ما تقدريش هذاك الوقت واش كي نتفكر يعني وسواس قهري واعر بزاف والحمد لله تغلبت عليه غير بالرقيه والقران يعني ما عندوش دواء أبغى القرآن والرقية ما عندوش يعني أنت نصحي الناس أنهم يقرأوا القرآن والرقية في الوسواس القهري لأن الوسواس في القرآن شيطان يعني باش يروح لك لازم القرآن ولازم باش يروح الوسواس. وشكون الإنسان اللي دعمك في هذيك الفترة وحسيتي أنه وقف بجانبك بزاف؟ وليدي الكلام كبير. كان صغير ربي يحفظه لك ربي يحفظه لك فريده. نصيحه تقدميها للناس اللي يعانيوا من الوسواس اللي ما لحقوش الوسواس القهري لانه يبتدا هكا بوسواس خفيف ومن بعد تروح واش توجهي لهم كنصيحه باش ما يلحقوش انهم تتازم الوضعيه تاعهم ويولي الوسواس ديالهم وسواس قهري؟ انا قلت لك القران ما كاش كيما القران والرقيه والصلاه هادو هما اللي يتغلبوا على الوسواس من درك يبداو يقراو سورتو اللي قراو سوره البقره كامله كل يوم يقراوها اللي ما يقدرش يقرا باسكو كاين اللي ما يقدرش كيما ماما ما نعرفش عربيه تقرا فرنسي تسمعها ولا تقراها بالعقل ما كاش اللي ما تقدرش تقرا صوره كامله بصح اللي يقدر يقرا من الافضل يعني من الافضل يقرا الصوره كاملة مده 40 يوم والله غيرها شفاء لكل داء ماشي غير ان شاء الله نتمنوا الشفاء لكل واحد يعاني من هذا المرض لانه يعني صعيب بزاف. علاش فريده انت عندك بزاف مشاكل مع الفنانين والممثلات لماذا؟ انا ما عنديش مشاكل هما اللي عندهم معايا يعني تتبرأ من المشاكل هي ما عندهاش مشاكل وعلاش عندهم مشاكل معك فريده في رايك؟ شوفي جيبيهم لي ميسيو سقسيهم انا قداش نعرف هل عندهم مشاكل معايا على باليش كاين 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 ما كاش اسباب معينه علاش ما تتفاهموش يصراو سوء تفاهم بالك سوء تفاهم كاين اللي ما يتفهموش انت تكوني تهضري حاجه ولا ديري حاجه هما يفهموها حاجه واحده اخرى يشنفوا عليك كاين على باليش انا يسمعوا الهضره على بالك كاين اللي يدير بين هذا وهذا وي خاصه كاين اللي يحب يفرق بين الناس واش يروح لهذا يقولوا شفت هذيك واش قالت شارك واش دارت شارك ما يفرقوا بيناتهم. انا عندي حاجه برك اللي يجي يقول لي زعما شتي فلانة واش قالت نعيط لها ديريكتوم علاش قلتي فيا هكا ولا فوالا هكا باش حتى واحد وانا حطيتها شحال من خطره نقول لهم اللي يجي يقول لي حاجه يا بامي نهضر لها ديريكتوم وانا ماذا بيا ثاني اللي يسمع حاجه تجي حتى معايا ديريكتوم اسكو صح قلتيها ولا ما قلتيش. حنا انسان معروف انه في وقت الغضب في وقت يقول نابورت كوا يقدر يهدر اي حاجه يعني اللي ماشي مليح اللي يكون معاك في هذاك الوقت كنت تغضبي ولا تتقلقي وتقولي اي حاجه هذاك الانسان يحكمها ويروح يهضر الانسان يعني ان شاء الله الله يهديهم على كل حال معنا في وقت غضب ومن بعد الله يهديهم هذا واش نقدروا نقولوا لهم ما حاولتيش انك تصلحي امورك ولا تتصالحي مع الناس هذوما اللي عندك معاهم مشاكل ولا ما بادرتيش يعني بالمصالحه سي كاين اللي بادرتي انت باش كاين اللي يستاهلوا اللي ما يستاهلش ما نبادرش وخروجهم من حياتي حاجه مليحه. عندك الحق على كل حال يبقى رايك وحريه شخصيه هذه فريده. دائما نقعدوا مع عائلتك الصغيره ووليدك الكبير ربي يحفظه لك كلام اللي هو مغني راب واللي هضرتي عليه مقبله. هل ما كنتيش ضد دخوله لعالم غناء الراب يعني اغنيه الراب اداء لاغنيه الراب هل كنتي مع ولا ضد في البداية؟ شوفي في البداية كان صغير انا ديتو حفلة تاع لطفي دوبل كامون شباب كان عنده 4 سنين وهذيك الحفلة داروها في قاعة بنو خلدون كانوا تما كاع لي غابور هذاك كيفاش لي غابور تاع الجزائريين واش دايروا واش بداو هذيك الضجة اللي داروها هو عجبو الحال قال لي من بعد وديني اشاك حفلة هكا تعرف يعني انت اللي بادرتي وديتيه معاك الحفلة انا بادرت ومن بعد وليت نشوف الكايات تاعو تاع قرايه عباك بلي ما كنتش نفهم بلي يكتب في الراب هو صغير. ومن بعد خطرات كنت في استديو مع سعيد بوشوش الله يرحمه حب يسيي الصوت قال له سيي لي هو غنى الاغنيه تاع الراب تاع لطفي هو دار له الموسيقى معاها دارها له في سي دي وعطاها له كانت هنا البدايه يعني البدايه ديالو كانت بسبتك يعني انت اللي دخلتيه في المجال ودخلتيه
العالم الراب. دخلته في عالم التمثيل من قبل، كان يمثل بزاف معايا كان صغير، دار معايا اعلانات ومثل في مسلسلات ومثل هكا، ومن بعد هو توجه للراب والاخراج، تعلم اخراج ثاني. الله يبارك. درس اخراج. الله يبارك. وعلاش ما نشوفوكمش بزاف؟ قليلين الظهور يعني، قليل وين نشوفوا فريده مع ابنها مع بعض، وعلاش؟ هو لي رابور هكا دايرين، لي رابور ماذا بيهم حياتهم الشخصيه ما تبانش بزاف، ديجا بلوكيني في الفيسبوك بلوكيني في انستغرام. بصح كان مساعد مخرج، خدم معايا شحال من قطره، خدمتوا مع بعض، تعاونتوا مع بعض في اعمال بعض اخرى، في اعمال. بصح كمغني راب ماذا به ما نكونش كاع في طريقه. وهل انت راضيه على الاغاني اللي يقدمها الابن ديالك؟ دركا راهو مليحه بيان سيغ، دركا شي حاجه مليحه. ودوكا علاش دوكا ومقبل لالا؟ ماشي مقبل لالا، كان يغني وكاع، بصح كانت اغاني شغل تاع لي كلاش تاع هكا بزاف. كنتي معارضه انت؟ كنت معارضه شويه، بصح دركا صافا، دركا يغني واش كاين واقع المجتمع الجزائري. او عجبني في هذا الطوم، ما لقيت ما ندخلش روحي، مي اني تبع فيها اني نشوف بلي هذا. ولا مره تدخلتي فريده؟ دخلت خطره لانه كان دخل في اغنيه سياسيه ودار هكا، وقلت له ماذا بيك ما ديرش، ما تدخلش في السياسه. خفتي عليه فريده؟ بيان سور. وليدي. ربي يحفظه لك فريده. مشاريعك المستقبليه واش راكي تحضري، سواء سيت كوم ولا دور جديد ولا انتاج جديد؟ شوفي بوغ لو مومون باسكو راه كلش حابس، مي انا عندي مشروعات راني حابه نديرهم ان شاء الله، غير يبدا الانتاج، باسكو على بالك انت في الجزائر كي يحبس كلش يحبس على ضربه ما يبداوش، وبعد يبداو توجور على ديرنيغ مينوت. صح. مي ان شاء الله ان شاء الله سيفاتي ان شاء الله يكون العام قبل رمضان، وما يعني في رمضان تكون عندكم فرصه باش تكوني مع العائله ديالك وتشوفي العمل ديالك مع العائله تاعك ان شاء الله. فريده نتمنوا لك كل التوفيق في مشوارك ان شاء الله. نروحوا لاخر فقره فريده اللي قعدتنا، هي فقره واش تقول، وين راح نعطوا لك خمس صور وراح تعلقي على كل صوره. نروحوا نشوفوا واش تقول فريده على كل صوره، لكن بعد الجينجل. عودة ليكم وعودة ليك فريدة، باش نبداو بأول صورة. شوفوا واش تقولنا فريدة على هاد الصورة. هذا هو اللي ربي يكتب لي، نحن بو انا من الاول مربيتهم وحدي، وزاد كتب لي ربي انهم يكونوا يتامى باش تكون مسؤولية اكبر عند ربي سبحانه. ان شاء الله نكون قدها ان شاء الله، يعني قليل من نصيبو هكا قلب طيب وانسان اللي يحب يدير الخير لدرجه انه يتبنى. انا كنت حابه، شوفي ربي كانت عندي امنيتي نربي يتيم، ورحت وحطيت الدوسي في لاداس، قلت لهم اعطوني نربي، قالوا لي عندك اطفال ما تقدريش الوغ كو الاخرين معمرين لي بوبونيير معمرين يتامى. ربي يكتبهم لي هاهم يتامى ان شاء الله، كنا ان شاء الله ان شاء الله ربي يقدرك ان شاء الله، وربي يحفظهم لك ويخليهم لك. نروحوا للصوره البواليه. هذه ما جمعتها واحد. انا جبتها فريده. هذه اول ظهور في التلفزيون الجزائري، ذاك الوقت كان بابا الله يرحمه حي، وبون بابا الله يرحمه ماما كانوا ديفورسي، الله يحفظك. سعيد. ماما ما على بالوش باللي باسكو هذه كانت اخر كلمه، كانت حصه اخر تونس. كلمه لتقديم نافع الجندي. ونافع الجندي كنت رحت لتونس دوزتها، كان بابا الله يرحمه هذاك النهار ما رحت باسكو كان عاود زواج، دونك ما كانش داتي بيا. من بعد انا قلت كان يشوفني شنو يدير لي، من بعد عيط لي في التليفون باسكو ديت وليد عمي معايا. ولد عمي قال لي فاش تي زعما ديتي وليد عمك ما عرف يجاوب على حتى سؤال، يعني كان ما كانش معارض يعني. بصح هذاك الوقت كيسما كان بداه البنك الله يرحمه،
دونك موراها بديت دخلتي دخلت بس يعني ماشي لهذه الدرجه كما قلتي لنا في البدايه معارض وعارض وبتشدد يعني بالك كي بدا هالمرض تغير لانه صح تغير كي بدا هالمرض وقاعد يقولنا له كان عرفت روحي ما نديرش عفايس قدرتهم صح يعني الانسان يتبدل خاصه بعد مروره باوقات عصيبه ربي يرحمه ويوسع عليه مفيدة عداس مفيدة عداس ما عندي حتى حاجة نقولها ولا شيء ولا شيء لماذا ما كاش حاجة تنقال برك يعني راكو في ميدان واحد في مجال واحد في مجال التمثيل ما عنديش حاجة نقولها عليها ولا كلمة ولا كلمة بدون تعليق هريدة بدون تعليق نمر للصورة الموالية وحيدة قروج وحيدة قروج صديقة ونعرفها من اللي بدأت معنا في 2007 خدمت معنا في طلع جب خدمت معنا ميس وهي أصلا لا لا كانت قبل ما تولي ميس بحيث علينا ولات ميس مورا قبل ما تبدأ تولي ميس يعني كانت مازال ما دخلتش في مجال كانت مانطا عالم كانت مانطا ونستعرف بها لانها ولات مرأة ناجحة نحيوها بالمناسبة لانها فرضت نفسها ودارت روحها بروحها ولات نستعرف بها فوالا كانت هذه اخر صورة فريدة لحقنا لنهاية البرنامج كلمة اخيرة توجهيها للجمهور لو يتابع فيك المتابعينك نقول لهم تبعوني توجو يعطيكم الصحة انا المهم عندي انهم الجمهور يحبني برا كي نشوف كاين نساء يحبسوني بطونوبيلات وهكا اللي يكونوا يمشوا يحبسوني ويحبوني كاين اللي يبحثوا لي في انستغرام هذاك الحب تاعهم هو اللي يعطيهم صحة ما نهضرش على الذباب الالكتروني اللي بالعاني يبعث لك في لي كومونتير وكاع باش يكسرك اللي هذوك نهضر عليهم هذوك اللي يكونوا في نفس ميدانك ويحبوا يكسروك يعني بصح الجمهور الحمد لله جمهور كامل يحبني نحبو دوك قعدوا متابعيني في التلفزيون عبر انستغرام ولا الفيسبوك ولا راني توجو هنا والحمد لله وهم شافوني بلي نقدر نريبوندي عليهم كامل ويعطيهم يعني فريده انسانه متواضعه وفي خدمه الجميع الحمد لله يا ربي كي نكون قادره بيان سيغ علاش لا لا يعطيك الصحه فريده شرفتينا بحضورك مره اخرى نتلاقاو ان شاء الله في فرص اخرى ان شاء الله شكرا هدى مشاهدينا لحقنا واياكم لنهايه عدد اليوم من برنامجكم قصره مع قاس نتلاقاو في العدد المقبل مع ضيف جديد انا الان ما عليا غير نقول لكم تشاو تشاو